وفي حوار خاص أجراه مراسل التلفزيون المصري، أكد وزير الأوقاف أن معجزة الإسراء والمعراج معجزة بالروح والجسد ثابتة راسخة في وجدان الأمة، خصها القرآن الكريم بصورة صريحة هي سورة الإسراء، لافتا إلى أن في هذه الذكرى العديد من الدروس والعبر، من بيان عظمة القدرة الإلهية إلى الأخذ بالأسباب والفرج بعد الشدة. أهم درس نستفيده من رحلة الإسراء والمعراج بيان عظمة القدرة الإلهية وعظمة قدرة الله في خلقه وفي كونه. وقد استهل الحق سبحانه وتعالى سورة الإسراء بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، نزه وكبر وعظم الله عز وجل عن مشابهة الخلق. واختتمت بقوله تعالى: وكبره تكبيرا. فإذا كنت تنزه وتعظم وتكبر العلي الكبير عن أفعال الخلق، فلا تقارن بين أفعال الخلق وأفعال الخالق.